افكار مش لاحقه خيالي، وانا حلم كبير والمسرح هول. انا حريصه احضر زي ما كنت حريصه اشوف بعض العروض، وحضرت الافتتاح. انا عاشقه للمسرح اساسا، وانا عضو المسرح القومي، ومن نشأتي وانا بمارس الفن من خلال خشبة المسرح، طبعا الى جانب التقنيات التانية، التلفزيون والإذاعة. فسعيدة بوجود العدد الكبير المشارك في المهرجان. سعيدة قوي ان انا اشتغلت في سلسلة دم مع الفنانة القديرة عبلة كامل والمجموعة كلها. سعيدة بالدراما اللي موجودة في المسلسل. انا كنت اول مرة اعمل دور بنت سعدية، والدور ده اضاف لي كتير ويعتبر من اهم الحاجات اللي مثلتها في حياتي. لكن كان لي الشرف ان انا اقدم الجائزة الكبرى باسم كرم مطاوع، وكمان اللي خدها كان فرحان لانه باسم كرم وانا بديها له، وانا بقول له الف مبروك. او لا اكون، تلك هي المساله. ابرح فتحه وبنطلون، ما هي جايه المشكله. وكانوا قالوا لا قبل ما يولدونا، عارفين كنا نقول ايه. اعتقد فيا راجل. الجمهور هو الجايزه، لانه الجمهور هو اللي بيطفي على الشيء جوده من عدمه، ابتدى ينتقد، ابتدى يخلي الجمهور بيقول لبعضه. ما عندناش دعايه في المسرح كافيه، بس الجمهور بيقول لبعضه على العمل الجيد. احنا تعبنا جدا 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 في النتائج دي، يعني لو اقول لك ان احنا تقريبا كده يمكن 21 يوم او 22 يوم بنوصل الليل مع النهار، يعني نخلص عروض وبعدين نعمل اجتماعات. دي جائزة عمر الحرير لأفضل مسرح مهرجان القمة 2016، عن عرض اسمه عرض الفنار، إنتاج مسرح الشباب البيت الفني المسرحي، وإخراج ماهر محمود. هو يوم إعلان النتائج، يعني اليوم اللي هيبقى يعلن فيه النتائج من النص للإخراج، أفضل نص حد محترف، وأفضل نص صاعد، وأفضل إخراج صاعد، وأفضل تمثيل رجالي ونسائي صاعد، أفضل استعراض، أفضل موسيقى. أنا حقيقي حاسس بأن النهاردة فرح لجميع المسرحيين ولجميع الجماهير المتشوقة والمحبة للمسرح، إن خلال 21 يوم يحصل هذا الاحتفاء بكل المبدعين اللي أبدعوا خلال هذا العام بفنهم وإبداعهم وخلقهم، شيء رائع رائع رائع. أنا متواجد النهاردة عشان أستلم جائزة تكريم الأستاذ نور الشريف، عشان جات لي يعني مكالمة من أبنائه، مي كلمتني وقالت لي أروح أستلم الجايزة عنده لتواجدها وسفرها خارج مصر لظروف يعني تمنعها أن هي تيجي. فطبعا لبيت الطلب على طول، وكنت ما عنديش أي نوع أنواع التفكير خالص، وبس خدت الجايزة. أنا كنت طول الوقت شغالة في مسرح الجامعة. هو مسرح الجامعة طول الوقت في رونق، طول الوقت في ممثلين بجد، بتحسي بوجود المسرح، بس كسوق أو كوجوده في البلد نفسها مش موجود. بس بدأ السنة دي بدأ يرجع تاني إن يبقى في مسرح والناس تتابع، يبقى في جمهور مسرح بجد من أول وجديد. المسرح مش بس أنا وأنت، المسرح دول بتدور على فكرة، متعة، جايزة. عينك على دول، مش كده ولا ايه؟